السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. واسمحوا لي قبل أن أتلقى مكالماتكم أريد أن أقص على مسامعكم واحد القصة حقيقية توصلنا بها. قصة حقيقية ديال واحد الفتاة وسمتها بعنوان ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه القصة هذه فيها واحد درس مهم، أن الإنسان مهما تكالبت عليه الهموم وتكاثرت عليه المشاكل لا ييأس من رحمة الله. دائما يكرر قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. القصة تحكي عن فتاة كتقول بأن هي عندها 39 سنة، نشأت في أسرة ميسورة الحال وعاشت في كنفها حياة هادئة طيبة، وقرأت في إحدى الجامعات بالمغرب اللي هي راقية وحصلت على دبلوم مهم، ومن اللي تخرجت ربي وفقها واعطاها واحد العمل ممتاز وكان يدر عليها دخلا كبيرا. الحمد لله كل شيء مزيان. هاد الشابة قرات ونجحت وهي خدمات وحبت العمل ديالها بشكل شغوف، اعطته كل الاهتمام ديالها لان عندها طموح بغات تمشي تسلسل في الاداره اللي خدمه فيها او في الشركه او المقاوله. طبعا في هذا السن هذا يلا كان عندها 27 عام 28 عام. كتقول خلال المرحله الجامعيه ارتديت الحجاب وجا معايا وبداوا الخطاب كيتقدموا ليا، اليوم واحد غدا جوج اربعه ثلاثه، لكن هي كتلقاهم بانهم ماشي في المستوى المطلوب. هي طموحه، هي بغات تقرا وتاخذ لي ديبلوم وتزيد تخدم وتكون في شركه مديره وعندها سياره خاصه وعندها رصيد بنكي خاص بها وعندها استقلاليه. طموحه. كتقول جرفني العمل والانشغال عن كل شيء وبقيت خدامه وكنجح وكنترقى والمدراء ديالي كيفتخروا بيا وحققت مكاسب مهمه. لكن واحد الوقت بديت كنكبر، 35 36 37 38، النظرات ديال الناس كينظروا ليها واحد النظره هذه بقات بلا زواج، ياك ما هي عيبه ياك ما فيها شي مشكل. وكتقول بدا القيل والقال عليها، وتمنات لو انها تزوجت في الاول لما كانت طالبه في الجامعيه وجوها بعض الطلاب معها، ولكن هي عندها طموح كبير كون زوجات ما كانش غتحصل على هذه الشواهد المهمه وتوصل لهذا المستوى الراقي في العمل. يا ربي اش غادي ندير. كتقول واحد النهار تقدم لها واحد الشاب من الاقارب ديالها، وهذا الشاب على قد الحال دار شي بيع وشريه وما نجحتش ليه ومضارب مع الزمان، فقالت ما كاين باس نقبلوا، انا عندي الجانب المادي مريح ونتزوج معاه. فبدات العلاقه الطيبه بيناتهم، وجا خطبها وقال لامه بان هذه السيده راهي اطار عالي جدا في احدى الشركات الدوليه وانها كتربح واحد الاجر واحد الراتب شهري اللي هو يا مشرف جدا، وعندها الشقه ديالها وعندها السياره، يعني مرا ونص ناجحه. الام فرحت بها، داروا الخطوبه فرحوا سعدوا، قالت الحمد لله ها هو ربي استرني، واخا الراجل ماشي في المستوى واخا هو قل مني في المدخول ديالو ما كاين باس. لكن ملي قربوا عقد القران وجمعوا الوثائق الاداريه ومن بينها بطاقه التعريف الوطنيه، الام شافت البطاقه ديال التعريف الوطنيه وشافت تاريخ الميلاد المدون بها، يتسولها قالت لها شحال العمر ديالك؟ قالت لها حوالي 40 سنة. الأم ديال العريس شعرت بصدمة، قالت لها أنا بغيتك لولدي ولكن هذا السن صعيب، أنا ولدي بغيته
يتزوج ويولد، انا محتاجه الى احفاد. انا ما بغيتش ولدي نهار يتزوج يبقى يطوف بالمرض ديالو عند الاطباء ويقلب على امل مستحيل وما يلقاش الانجاب، وبقات كتقول كلمات واعذار. فهمات بان الام ديال العريس رفضها لانها كبرت في السن ونسبه الخصوبه عندها قليله، وبالتالي غادي يبقى الولد بلا زواج. فبقات كتفكر اشنا هو الحل اللي غنستعمل. بقات بلا زواج وفسخات الخطوبه ورجعت للعمل ديالها، وكثر عليها القيل والقال، العائله والاقارب والاصحاب والجيران كيلوموها كيقولوا ليها بقيتي مديها في القرايه وفي الاجتهاد ونسيتي راسك، شوفي فلانه صغر منك راه ولدت ثلاثه واربعه وانتي بقيتي مديها في الامور الفارغه، كون جبتي راجل يخدم عليك وجلستي في الدار تقهرات. ما بقاش كتسمع الاقوال ديالهم، ولات ديما معصبه، الخدمه ديما ناقصه، كتمشي عند المدير كيلقى كدير اخطاء في العمل، والعمل ديالهم مسؤول، الخطا فيه غير وارد. اضطرت انها تمشي عند طبيب نفساني، ولات كل اسبوع كتحضر الجلسات كلينيكيه بمبالغ باهظه، كل مبلغ يا مبلغ. استعملت الادويه والاقراص الكيماويه، وجهها بدا كيتبدل بسبب الادويه، كيزراق وكيصفر، والجسم ديالها بدا كيتنفخ، وبداو يقولوا لها الا كملتي في هذا الدواء حتى الانوثه ديالك غتمشي. شعرات باحباط شديد. قالت اش غادي ندير؟ تلاقات مع واحد الصديقه ديالها، امراه مؤمنه طيبه، قالت ليها علاش ما تفكريش باش ربي يفتح لك ابواب التيسير، غير تعالجي، بغيتي غير صحتك الان، جربتي الاطباء والنفسانيين، سيري للعمره. العمره لعل وعسى ربي سبحانه وتعالى يفرج عليك. فعلا هي ميسوره الحال، والطبيب ديالها قال لها العمره هي طاقه روحانيه، والمدير ديالها شجعها ومشات للديار المقدسه الى بيت الله الحرام، كتقول لكي اغسل احزاني وهمومي. ادت المناسك ديال العمره وبقات حدا البيت الحرام عند الكعبه المشرفه تبكي طويلا وتدعو الله تعالى ان يهيئ لها الامر رشدا. ما قيمه الوظيف وما قيمه الاجره والمنصب الا كانت بوحده كتعيش، ما معهاش زوج واولاد واسره دافئه. شعرت بالاحباط وبان الصفقه ديالها في هذه الدنيا باءت بالبوار، وان البنيات اللي تزوجوا قبل باقي صغارات وداروا ديورهم وداروا وليداتهم كانوا اذكى منها. بقات كتصلي عند الحرم الشريف وكتبكي وكتطلب من الله تعالى الرحمه. كتقول وجدت بجواري واحد سيده، امراه مسنه ماشي عربيه، تبدو انها من ماليزيا لكن تتكلم بشيء من العربيه القليل. كانت تقرا في القران العظيم بصوت جميل، سمعتها تردد الايه الكريمه وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. سمعت هذه الايه بالتجويد الجميل من صوت هذه المراه المسنه المسلمه الماليزيه، فبدات دموعها تسيل بغزاره. السيده الكبيره شافتها ضمتها الى صدرها، عرفت بانها كتعاني من مشاكل كبيره. قالت ضمتني بحنان وقالت لي ما تخافيش اقرأي سورة الضحى، راه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كيعاني اكثر منك من الهم والغم، تغلقت عليه كل الابواب ونزلت عليه سورة الضحى، ومن اللي قرأ قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، رضي بامر الله فجاءه الفتح العظيم وهو ذكره الى الان لا زال مرفوعا ورفعنا لك ذكرك. سمعت هذه الكلمات الطيبة وقالت سبحان الله، أنا كنحفظ سورة الضحى وعمرني ما فهمت المعاني ديالها ولا أدركت الأسرار ديالها،
ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالت كأنني أسمعها لأول مرة. قرأت سورة الضحى وهدأت النفس ديالها. سولت السيدة قالت لها علاش كتبكي؟ قالت لها قصتي كذا وكذا. قالت لها ما تخافي شاي، انت كتبان لك المشكل ديالك عظيم ومهول، وهو عند الله تعالى لا يساوي اي شيء. بامكان الله تعالى يقول كن فيكون ويغير لك كل مصير الحياه ديالك الى اسعد فتاه في الوجود. قالت لها الله تعالى كيقول ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. قالت الله تعالى يجعل بين كل عسرين يسرا. حمدت الله تعالى، ادت المناسك ديال العمره، بكات، فرغات الهم ديالها، طلبات الله تعالى ان فضله عليها يكون عظيم ويعطيها حتى ترضى، ورجعت بحالتها الى بلادها. لما جمعت الشنطه ديالها وركبت في الطائره، من محاسن الصدف الكرسي اللي ركبت فيه في الطائره الرقم اللي حداها جا واحد الشاب وسيم وانيق. وهذا الشاب في الاول انتبه لهذه البنت انها كتبكي بزاف، عليها النور ديال الايمان، لانها كانت في العمره لابسه الحجاب ديالها، لباس ابيض بدون مساحيق ولا تزين، ودائما احساسها مرهف وكتبكي. فسالها قال لها علاش انت هكذا؟ قالت لما تكلمت معه بان الحمد لله غير تفكرت الاخيره وتفكرت الدار الاخيره والاموات اللي ماتوا لي في العائله. وداك الشاب وسيم وانيق وبين من عائله فاخره، وجايو كيقرا القران العظيم، وهي تايا جايه كتذكر الله تعالى في الطائره. فسبحان الله ربي جعل المقعد ديالو قريب من المقعد ديالها. ملي وصلت للمطار بغات تهز الحقائب وكانت ثقيله، هاد الشاب بغى يساعدها. في الانتظار ديال المطار كانت اختها وراجل اختها كيتساينوا فيها باش يوصلوها بالسيارة. المفاجأة هو أن ذاك الشاب طلع أنه صديق راجل اختها، صداقة حميمية وعنقوق. قال لي رب صدفة خير من ألف ميعاد، شوف هاد الدنيا شحال صغيرة، فما هي إلا أيام قليلة. هذاك الشاب جاء عند راجل اختها وقال له راني شفت هذيك البنت في العمرة وشفت الإيمان ديالها وراني بغيت نتزوج بها. عرض عليها الامر، هي ما صدقاتش. قالت ليه خبروا في الاول بالسن ديالي، راني عندي 41 عام وراني نادر واش غنولد. قال لها انا ما كيهمني اولاد، انا رجل اعمال وما مساليش وما عنديش الوقت باش نقابل الدراري، انا بغيت نخدم ويكفيني امراه تكون مؤمنه وعلى خلق ودين، الله يجعل البركه، ثم مثقفه وعالمه، غنشعر بالتكافؤ العقلي بيني وبينها. فقبلت الزواج وقالت لي راه السن ديالي من الاول كذا وكذا. قال لها ما كاين مشكل وتزوج معها. وبدات حياه متفائله وسعيده، والزوج ديالها كيحاول يكون معها بكرم وحنان. مضت شهور ولم تظهر اي علامات ديال الحمل، شعرت بالقلق وقالت لزوجها راه واقيلا تورطت فيا، راني ما كنولد شاي، راني كبيره في السن. الزوج كان مبارك، قال لها الله تعالى رزق ابراهيم الخليل بعد ان جاوز المئة سنه وخلاه في يد الله، ما بغاش الله تعالى غنربيو شي وليد يتيم. بقات الايام هكذا، واحد النهار مرضات، مشات عند الطبيبه شعرت بالوجع، وهي تقول لها الطبيبه ابشري مبروك انت حامل. ما صدقاتش، واش انا فعلا حامل؟ بغات تشكر الله تعالى على هذا الحدث السعيد. وقالت لزوجها قالت لي لابد تحجز لنا في الطائره المقبله ونمشيو نأديو العمره والشكر لله في ذاك المقام. قال لي هلا انت يا راكي حامله الان والسفر خطر على الجنين. قالت لي لا، الله تعالى اللي رزقني بعد كبار قادر باش يعطيني اللي بغيت. وفق زوجها مشاو للديار المقدسة، مشات للكعبة المشرفة وبقات كتبكي وكتشكر الله أنه أعطاها مولود. مضت الأيام الأولى ديال الحمل بسلام،
وعانت قليلا من التعب بسبب كبر السن. كانت كل مره كتمشي عند الطبيبه كتقول لها ما كاين داس، لكن كتشعر بان بطنها ثقيل ثقيل. الطبيبه كتقول لها هاد الاوجاع حيت حملتي كبيره، عندك 41 42 عام. طبعا لو حملتي عندك 22 سنه ما كنتي غتلقي هاد المتاعب، لكن بطنها كتنتفخ وكتشعطاه الالم الشديد. بقات كتسنى اليوم اللي غيكمل فيه 9 شهور. الطبيبه قالت ليها اجي ندير لك التلفازه واش نعرفوا المولود واش ذكر ولا انثى. قالت ليها انا ما بغيت نعرف والو، انا اللي عطاني ربي هو هذاك، عطاني الله تعالى ذكر مرحبا، عطاني الله انثى مرحبا، اللي جات من عند الله مرحبا، ما بغات دير التلفازه ولا تعرف اش كاين في بطنها. بقات كتنتظر كتنتظر حتى جا اليوم ديال الولاده. هي كانت في غرفه العمليات والزوج ديالها جالس على برا، شاد القران الكريم ومره شاد السبحه كيذكر الله تعالى، ولكن الوضع ديالها شديد والالم ديالها فظيع. مره كيجي الوسواس كيقول ليه واقيلا هاد المراه تزوجتي بها عندها الولاده عسيره، لكن هو مؤمن كيقول كل خير من امر الله. في واحد اللحظه السيده غاديه توضع، فلما وضعت بغات تعرف الطبيبه قالت لها اش ولدت واش ذكر ولا انثى. الطبيبه قالت لها في اللحظه الاخيره قالت لها البطن ديالك منتفخ لان عندك توأم، راه كنت شاكة فيها في الاول، كنت سمحتي لي ندير التلفازه غنعرف عندك توأم. فملي فتحت لها الطبيبه هي تلقى المفاجاه اكثر من ساره، قالت لها ما عندكش توأم، انت عندك الحسن والحسين وفاطمه الزهراء، اعطاها الله ثلاثه الوليدات دفعه واحده، ما قلبت لا بالتلفازه ولا باي شيء. فلم تصدق هذه النعمه العظيمه، ملي كتقبلها خرج المولود الاول، ثم خرج المولود الثاني، ثم لقات مازال البطن كيتحرك، قلبته خرج المولود الثالث، قالت لها عندك الحسن والحسين وفاطمه الزهراء، ثلاث اولاد. فرحت فرحا عظيما، بكت بكاء شديدا، كتقول لعل الله تعالى عارف الكبر ديال السن ديالي واعطاني هاد الاولاد دفعه واحده رحمه بي، هذا فضل من الله. انفجرت في حاله هستيريا من الضحك والبكاء وترديد عبارات الحمد والشكر لله تعالى. وتذكرت تلك السيدة المسلمة الماليزية في الحرم الشريف لما كانت قد تقول لها ولسوف يعطيك ربك فترضى، وكانت قد تقول لها وكان فضل الله عليك عظيما، بقت قد تقول ونعم بالله ونعم بالله. الآن هذه السيدة كتقول لك وليداتي كبروا، والآن راهم اللحظة وأنا كنكتب هذه الرسالة، ولادي كيلعبوا، والزوج ديالي اللي ما كانش كيبغي الأطفال وخايف منهم من المسؤولية، راه حتى هو ولا طفل كيلعب معاهم وكيجري معاهم وفرحان بهم. وفي هذه اللحظة حنا كنستعدوا غنخرجوا في نزهة طيبة، وكأن الهم والغم الذي كان من قبل لم يكن. هذه السيدة كتكتب هذه الرسالة وكتقول أنا كنوجهها لكل فتاة تأخر عليها سن الزواج، أو كل سيدة تأخر على الإنجاب، كتقول لها ما تقنطوش من رحمة الله، إياكم أن تقطعن الرجاء في الخالق العظيم، الله تعالى قادر أن يعطيك كل شيء. وكانت كتردد دائما ربي إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فرحمتك أهل لأن تبلغني، لأنها قد وسعت كل شيء. وهذه رسالة من عند الجميع، وكان الفيتامين اللي كتستعمل هذه المرأة دائما هي كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وطبعا دارت واحد العقيقة عظيمة وعظيمة جدا، ذبحات فيها خمسات الحوالة، لأن المولود الذكر عنده كبشين أملحين، وهي عندها جوج الأولاد، الأول الحسن دارت كبشين أملحين أقرنين، والحسين دارت لي كبشين أملحين أقرأين، وفاطم الزهراء كبش واحد، والكبش الثاني غيتسناه لنهار تزوج فاطم الزهراء وتخطب الخطيب ديالها غيجيب ليها شات.
فكان واحد الوليمه عظيمه حضروا فيها الاحباب والاقارب وغناوا كلهم كلمه الحمد لله، وكانت الاهازيج والافراح والمسرات، مشات دموع الحزن وبقت فقط دموع الفرح والسرور. هيا بنا نردد جميعا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.